أولا شكرا بزاف لكم على الحضور. كنت صراحة فرحان بزاف بالتجاوب ديال الناس معايا. هذه أول مرة غنجي لمدينة إفران، شفت الجو ديالها زوين، ناسها زوينين. ومني طلعت للسوسان بواحد الإحساس غريب، مني كانوا كيغنوا معايا أغنيتي حتى تبورجت، كنت تشوف الستوري وهذا. فكنشكرهم بزاف على التفاعل ديالهم معايا وعلى حضورهم، وشكرا لمرة أخرى. الله يحفظهم. لا ضروري، واخا ضروري من ستريس شويه، حيت ما كتعرفش شنو داك الاحساس كيجي بوحدو، كتستريسا كتفكر هذا شنو غيدوز، كيفاش غيكون، كيفاش هذا. فعادي اي كتدخل شويه وقت صافي كتادابتا. كان تفاؤل انه الاغنيه يمكن توصل للناس، حيت الحمد لله خدمنا عليها بحب، اعطينا وقتها، خرجنا بزاف الاغاني باش يجي الوقت المناسب ديالها باش تبان. فالحمد لله كما قلت لك كان تفاؤل، الحمد لله فخورين بيا وفرحانين بيا. وشفتي شوفوني الحمد لله داك الحلم اللي كنت كنتقاتل عليه، انا الحمد لله بديت في الدرجه الاولى ديال اني نحققه، وانا حيت كما كنقولها مازال في البدايه ديالي. فالحمد لله كي ديما كينقوني كيباركوا ليا، فخورين بيا. هذه الحمد لله حاجه زوينه. لا صراحه شوف كما كنقول ربي كيخلق من الشبه في بزاف د الحوايج، يمكن في الجلسه، يمكن في العينين الحجبان، راه كاين شبه في الصوت. فهادشي ديال سيدي ربي، ويشرفني هادشي انه يشبهوني بهذاك السيد اللي حنا فنان تبارك الله، ساعدك فنان كبير. فصافي بليزير، مي هذا ما تيمنعش انه شخصيتي ما بيناش مع الوقت بالاعمال ديالي، ان شاء الله غادي يعرفوا الناس مهدي اكثر واكثر. حيت انا دابا يلاه شافوني الناس، سي نورمال عادي انه يكون هاد زعما التعقيب، ولا هاد الفكر ديال انه راه كنشبه ولا هذا. فعادي كما قلت لك درت بزاف الاغاني قبل، كون كنت غتعاون كون نجحوا الاخرين. مهدي اغنيتي درت، ما انا ماشي كنقص من الاغاني الاخرى، درت لا بالعكس، كلهم عطوني شي حاجه وضافوا لي شي حاجه. وحتى دوك الناس اللي خدموا معايا بحب على قبلهم. درت ممنوعة الحمد لله مشات مزيان، ما مشاتش كيف ما مشات مريش، درت درجة درجة، كوفر عاودتو، صدمة كبيرة، برج الميزان، يعني راه ماشي جيت وكنت درت كوفر في 2016 الحمد لله راه وصل 25 مليون. هذا الإنسان اللي قدامك راه خدم شوية والحمد لله. كون كانت الأغنية كيف ما كنقولوا النجاح ديالها زعما بسبب شي شخص ولا بسبب اشخاص ولا هذا، فيمكن يكونوا نجحوا الاخرين، نجحوا لي كوفر. ما كانش مريج زعما هي اللي توصل اكثر. الصراحه شوف انا تخت في ليكيب اللي كانت معنا كوثر تغزاوي، وصراحه نوجه لها تحيه، ومعايا تو بي انترتينمنت. فالحمد لله لي كونديسيون اللي بغات كوثر واللي كانت هذا وجدناهم وفرناهم، علما انه كانوا شي حوايج خارج الاراده ديالنا. من الحمد لله ايكيب تقنا فيها وتقنا في بعضياتنا، فطلعت هذيك اللوحه الزوينه. ان شاء الله علاش لا، ان شاء الله. كيعجبوني بزاف والله، بزاف الفنانين كيعجبوني. ان شاء الله الا كانت شي فكره علاش لا، كلهم، حتي مساعد، زهير، نعمان، هند، فناير، نوره، فتحي، هند زيادي حتى هي اختي هذيك، محمد رضا، لقاء كرافاتا سليم الجديد ان شاء الله قريب، ما كاينش نذكر سميتو حيت حنا مازال تنقادو فيه. ان شاء الله مني تمي توجد الاغنيه راه غادي نعلن على سميتها والموعد باش نطرحها ان شاء الله. فاللي كنقول هو قريب صافي بليزير، نقرا هذوك الميساجات حيت الناس كيحبوك، الناس كيامنوا بموهبتك، كيشجعوك، فما عليك الا تبادلوا هذاك الحب. فاش كنتلاقى في الزنقه الناس يبغيو يتصوروا معايا، ولا واخا نكون عيان، الدليل انه دابا رانا عيان، وجيت نزلت وقلت بالعكس فرحتوني انكم تجيو عندنا وتكبروا بيا صافي بليزير، ونجي ونجلس معاهم زعما ونتصور. هادشي كيفرحني زعما، كيعجبني الحال. شوف بالنسبه للزواج انا تنقول باقي شويه الحال، ولكن قسمه ونصيب، ما تعرفش ربي شنو مكتب. السؤال الثاني هو واش غادي نبارطاجي حياتي ولا عندك النوع اللي نهار كتعطي للناس حياتك الشخصيه، هما عندهم الحق انه
يهضروا يقولوا لي بغا، ومن حقهم لانه انت بارطاجيتي معاهم. انا غنبغي خويا ولا اختي ولا مرتي ولا ما نعرف تخرج هي براحتها، ماشي تقول لها غير شوف الناس حيت بنت في ستوري مع مهدي ولا حيت انا اخت مهدي ولا انا هذيك حياتي كتبقى حياتي. انا فنان زعما كندير الفن، بارطاجي مع الناس الفن، وانا من النوع اللي كنامن بالحاجه المستور كيسهل فيها. شكرا لاله فاطمه على الحضور ديالكم، شكرا لك على الحوار الزوين، وشكرا للجمهور على التجاوب وعلى الرسائل اللي كنا كنهضروا عليهم دابا. شكرا لكم، الله يخطيكم. ديروا لايك وبارطاجيو الفيديو مع صحابكم، وما تنساوش تابوناو فلاشين وتفعلوا الجرس للتوصل بكل جديد لاله فاطمه.